السلام عليكم. إن شاء الله اليوم بدنا ناخذ مثال رقم 21. هذا المثال راح يكون الـ A والـ B موجودين لهم قيم. فنشوف المثال. المثال إيش بحكي؟ عندك X تربيع على جذر 9 ناقص 25 X تربيع. بشوف في عدد هون وعدد هون. تعال نشوف هذا المثال كيف ممكن نتعامل معه. الآن عندي الصورة العامة. أنا طبعا حكينا مرة أخرى، طالما في جذر، في داخل الجذر إكس تربيع وخارج فيه إكسات معينة، بعرف مباشرة إنه trigonometric substitution. أي حالة منهم كيس 1 ولا 2 ولا 3، الإكس تربيع إشارته سالبة، عدد ناقص إكس تربيع معناها حالة إيش؟ كيس 3 إيه كيس 1 سوري. كيس 1 اللي هو عدد ناقص إكس تربيع، تعال نكتبها، اللي هي A تربيع ناقص B تربيع إكس تربيع، هي A تربيع ناقص B تربيع إكس تربيع. تعال نقارنها بمين؟ بسؤالنا اللي هو 9 ناقص 25 إكس تربيع. ممتاز، طلعوا لي كويس على الأرقام، قارنوا بينهم. عندك الـ A تربيع لها علاقة بمين؟ بالتسعة، والـ B تربيع لها علاقة بمين؟ بال25. هل بقدر أطلع كم قيمة الـ A وكم قيمة الـ B؟ أي نعم، طالما الـ A تربيع 9 إذن الـ A كم؟ جذر 9 اللي هو كم؟ 3. الـ B تربيع 25 إذن الـ B جذر 25 وهي شو؟ 5. فالفرض بيكون X تساوي عادة A على B اللي هو 3 على 5، صحيح؟ وطالما أخذنا عدد ناقص اللي كيس 1 ساين ثيتا، فبالتالي DX شو بتساوي؟ 3 على 5 كوساين الثيتا دي ثيتا. ممتاز؟ الآن نبدأ التعويض. حكينا الحدود بخليها فاضية، آخر إشي لما أرجع بالمثلث برجع الحدود زي ما هي، أريح. لأنه حتى لو عوضت أنا هون 0.6، احكوا هون بهاي الحالة especially، لأن هذه 3 على 5. كم 3 على 5 إذا أنتم شايفين؟ هي 0.6. بقدر أبدل الحدود. أقول لكم خليني أستبدل الحدود. أنا المثال الماضي تركت الحدود إيش؟ إذا شايفين فاضية كانت، بعدين بالنهاية رجعت الحدود. حكيت ليش؟ لأنه أحيانا تكون الحدود معقدة وما بقدر إيش أعوضها يعني أطلع قيمتها من خلال ساين الانفرس، تمام؟ لكن هون لأنه 3 على 5 انتبهت إنها شو 0.6، فلو جيت عوضت الحدود وبدي أبدلهم عشان خلص أستغني عن الستيب 4 اللي هي بدي أرسم فيها المثلث، فباجي بحط 0.6 مكان مين؟ الإكس، لأنه هذه قيمة إكس. فباجي بحكي لما الإكس تساوي 0.6 ولما الإكس تساوي 0، تمام؟ إذا مرة بدي أحط مكان الإكس هذه 0.6، تعال نحط مكان الإكس 0.6. يلا 0.6 تساوي 3 على 5، طبعا لو قسمت 3 على 5 بالحاسب حتطلع 0.6 ساين ثيتا. هلا هذه خليها هي تحت بعدين نكتبها، هاي بتروح مع مين؟ مع هاي، بضل ايش؟ 1 هون. الآن كأنك بتحكي ساين 1 يساوي ايش؟ 1 يساوي ساين ثيتا. طب خد ساين الانفرس، انا بدي ثيتا الآن، خد ساين الانفرس. فاجي بحكي ثيتا تساوي ساين الانفرس للواحد. اسأل انفسكم شو الزاوية اللي ساينها 1؟ مش احنا بنعرف 90 درجة او الباي على 2 ساينها 1. فهذا اول اشي. بعدين بروح بحكي لما الاكس 0، نفس المبدأ، نعم، معوض مكان الاكس 0، 0 شو يساوي؟ 0.6 ساين ثيتا. طبعا لو قسمت على 0.6 عشان الغيه، تعال نقسم عليه، خلي هاي هيك عشان توضح، اقسم على 0.6 وهو نفس الشيء. شو بطلع عندي؟ ساين الثيتا شو بتساوي؟ 0 على 0.6 0. اذا ساين الثيتا شو بتساوي؟ 0. بالتالي الثيتا تساوي ساين الانفرس للصفر. شو الزاوية اللي ساينها 0؟ 0. إذا هاي الأنجل الثاني. فالحلو الآن بقدر أروح أستبدل وأحكي مكان الصفر بدي أحط شو؟ 0، ومكان 0.6 بدي أحط شو؟ باي أوفر 2. وأبدا ما راح أرجع للي هو الإكس، خلص حضلني أحل المسألة للآخر بإيش؟ بالثيتا، لأنه هذه ثيتا وهذه ثيتا، والآن الإكس بدي أبدلها بمين؟ بثيتا اللي هي 3 على 5
ساين الثيتا هي الإكس، لكن لأني بدي أربعها شو بتصير؟ بدل ثلاثة إيش؟ تسعة على 25، لأنه خمسة تربيع 25، وبدل الساين ساين تربيع. بعدين كله على الجذر، صح؟ تسعة ناقص 25 again، مكان الإكس تربيع هاي شو بدي أحط؟ زي ما حطيت هون، تسعة على 25 ساين تربيع ثيتا. الآن مكان دي اكس شو بدي أحط؟ هاي مكان دي اكس، هاي دي اكس، ثلاثة على خمسة كوساين، فباجي بحكي هون ضرب ثلاثة على خمسة كوساين ثيتا دي ثيتا. خلص المسألة كاملة صارت بدلالة هاي ثيتا 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 ثيتا، ما في داعي ترجع. احنا زمان كنا نرجع، ليش؟ لأنه الحدود بتضلها اكس، ما كنا نبدلها، وأحيانا ما بيكون أصلا عندي حدود فبتضطر ترجع. فالآن تعال نبسط. هلا هذا كله، خليني أسجل كل ستيبس. هاي كانت ستيب 1 فرض، صحيح. ستيب 2 كان تعويض، ولسه فيها. احنا بستيب 2 عوضنا، الان بدنا نطلع عامل مشترك، لكن اكيد ال 25 وال 25 بيختصرون، فعندي 9 وعندي هون 9، بطلع عامل مشترك. ولاحظوا انا عندي 9 على 25، عندي ضرب ايش؟ 3 على 5. ليش ما اضرب البص بالبص والمقام بالمقام والرقم هذا اطلعه خارج الانتجريال عشان ارتاح منه؟ 3 ضرب 9 كم؟ 27. واقدر احطها ايش؟ هون خليني ازيحها شوي، وهنا احط ايش؟ 27 على الان 5 ضرب 25 125، وهاي ايش؟ خلص هاي راحت وهاي راحت، ضل ساين تربيع في كوساين الثيتا تي ثيتا على، طلع التسعة من هون عامل مشترك، شو بضل؟ واحد ناقص ساين تربيع زي ما متعودين، تسعة طلعها بضل واحد ناقص ساين تربيع. الآن واحد ناقص ساين تربيع، احنا لساتنا زي ما بحكي بإيش؟ بكيس تو، مش حكينا واحد ناقص ساين تربيع اللي هي شو؟ كيس سوري، لساتنا بستيب تو. واحد ناقص ساين تربيع هي كوساين تربيع، بروح بكتب هون وتساوي 27 على 125 انتجريشن، معلش 27 على 125، الآن انتجريشن ساين تربيع ثيتا كوساين ثيتا تي ثيتا على جذر 9 في كوساين تربيع ثيتا. الآن شو جذر التسعة؟ 3. شو جذر الكوساين تربيع؟ 3 كوساين، وتساوي 27 على 125 انتجريشن ساين تربيع ثيتا كوساين ثيتا تي ثيتا على 3 كوساين ثيتا. الآن شو بختصر؟ مباشرة بختصر واحدة من الكوساين مع واحدة من الكوساين. طالما أنا عندي هنا 3 وعندي هنا كم؟ 27، ليش ما أختصر؟ هاي فيها 1 وهاي فيها كم؟ 9، لأنه 27 تقسيم 3 كم؟ 9. فإذا بضل عندي هنا 9 على 125، طبعا ما ننسى الحدود اللي هي من 0 ل 1، صحيح؟ ايه سوري، من 0 ل باي 2. الآن شو ضل عندي؟ انتجريشن لمين؟ لساين تربيع. هذه بإيش بتذكركم يا جماعة؟ لما يكون بس ساين لوحده بإيش؟ ب 7.2. إذا الساين أو الكوسان حكينا يا كيس 1 يا 2، الساين لما يكون زوجي هو كيس 2، ساين تربيع بستبدلها مباشرة. وأنا ترى قبل ما أبلش ب 7.3 راجعت إنه الساين والساين تربيع كل هالإنتجريشن حقتهم وهي هي، شايفين؟ الساين والساين تربيع، كوسان كوسان تربيع، أنا بدي هذه مباشرة إنتجريشن الساين تربيع، بتكتبه اللي هو إيش؟ تعوض بالقانون هذا، نص في واحد ناقص كوساين 2x، هذا نشوف انتجريشن لنص في واحد ناقص كوساين 2 ثيتا بحالتنا لأن احنا بنحكي على ثيتا، كاملوها من صفر لباي اوفر 2، طلع 9 اوفر 125 في نص في ثيتا ناقص ساين 2 ثيتا على 2، صحيح؟ لأنه الواحد بصير ثيتا، لكن الكوساين انتجريشن إلى ساين، وإذا كان في عدد داخل الكوساين يجب أنك تقسم عليه. هذا من وين؟ لو من صفر لباي 2. يلا تعال نعوض الآن،
بلاحظ هون انه عندي الاثنين بقدر اضربها بال 125 بتصير 250، فتسعة على 250 في باي اوفر 2 صحيح مكان الثيتا ساين باي اوفر 2 ضرب 2 اللي هي باي، وساين الباي كم بتساوي؟ صفر. اذا هاي ناقص صفر كلها ناقص، الآن دي عوض الصفر، هذه صفر ناقص ساين الصفر صفر، يعني مش ضروري تكتب، فبضل بس باي على اثنين. ايش بتطلع اذا؟ تسعة باي على 250 ضرب اثنين هي كم؟ 500. هذا الجواب. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، اعملوا لايك سبسكرايب وشاركوه. بضل مثال واحد حنحله على هذا الشابتر اللي فيه حالة كمال المربع اللي هي complete the square. تابعونا ونشوفكم بالفيديو القادم. الله يعطيكم العافية.